دلوقتي معادنا مع أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادا لموقعة برج العرب. سوبر كورة المنتخب يبدأ خطة الفوز على تونس في برج العرب. وزير الرياضة والسفير التونسي يتابعان آخر استعدادات مباراة مصر وتونس. الوطن سبورت أجيري يطلب مواجهة الإمارات وديا في مارس. فيتو شوقي غريب الأقدمية سبب اختيار رمضان صبحي لقيادة الأولمبي. الشروق وهبة ينضم لجهاز فييرا في الإسماعيلي. صدى البلد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي. وانتري رمضان صبحي يكشف عن نصائح محمد صلاح. سكاي نيوز إجبار ريال مدريد على تغيير في أسماء وأرقام اللاعبين. مورينيو يعترف افتقدنا باغبا وفلايني سبب فشل خطتنا أمام السيتي. سبورت 360 سولاري يحقق أفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ ريال مدريد. كورة الإرهاق يضرب هازارد منذ مونديال روسيا.